تحديات إدارة ندرة المياه وحوكمة التصرف فيها في تونس وفي مختلف أنحاء العالم مثلت محور ندوة دولية انتظمت بمدينة جابس بالشراكة مع بين جامعة جابس وجامعة قفصة وعديد الفعاليات الأخرى، من بينها شركة تصرف القطب الصناعي وإحدى المؤسسات والجمعيات المختصة في الدراسات الاستراتيجية. اللي احنا من منطلق تونس من ولينا نشعر به الخمس سنوات تقريبا بدون أمطار، ثم السدود اللي شاحت، ثم الفلاحة اللي معاش لاقي المياه اللازمة، وهذا خلانا نفكروا اللي ما هي طريقة الاستشراف في الحلول. بالطبع الوزارات خدمت على هذا الموضوع هذا، لكن عنا حبيناه على مستوى جانب أكاديمي وعلمي كذلك. أول حاجة بلادنا تعيش أزمة كبقية البلدان، ونحن في منطقة جنوبية اللي ممكن تتأثر أكثر من جهات أخرى بموضوع الماء، والماء هو الحياة، ليس حياة بدون ماء، وبالتالي هذا موضوع يهم الناس الكل على مستوى النواحي الشخصي والعام. بدون ما فماش فلاحة، بدون ما فماش صناعة، بدون ما فماش حياة، وبالتالي فهو موضوع يهم الناس كلها. هذه الندوة تضمنت جملة من المداخلات العلمية التي قدمها جملة من الخبراء والمختصين من تونس وفرنسا حول ندرة المياه وضرورة التصرف الرشيد والمستدام فيها في ظل المتغيرات المناخية والأخطار المحدقة بضعف الموارد المائية في العالم. هي الساحة التقاط كل قطرة ضائعة، مش معقول اليوم عنا ضياع بنسبة أكثر حتى من 40 و55% في بعض الشبكات، مما يمكننا لو كنا استحفظوا عليها باش يمكننا كأنه عملنا زي سدود. عنا مياه مستعملة، عنا 600 مليون متر مكعب باش تكون في فوق 2050، اليوم مش نستغلوا منها كان شيء ضعيف جدا. هش معناها؟ مش وراء الفلاح باش نفرضوا عليه باش يدير، لا، يلزم المون المادية نحسنها، يلزم نعملوا حوكمة جديدة، ويلزم أيضا نعطاها للفلاحة ونمكنوا الفلاحة باش تستاسع خاصة في العلاف. الحاجة الثالثة اللي لازم نعملها واعتقادي هي فلاحتنا، معناها كيما نقولوا نستحفظوا على الماء في الدار، كيما نقولوا فلاحتنا نعطيه الكميات كان يستحق. اليوم مش معقول غراسات تستغل في مرتين، معناها مرتين حاجيتها. ندوة دولية أولى تنظمها جامعة جابس بالتعاون مع عديد الأطراف ستتوج بجملة من التوصيات والمداخلات، خاصة وأن جامعة جابس فيها المؤسسة الوحيدة في تونس الجامعية المختصة في علوم وتقنيات المياه، من خلال تثمين بحوث هذه المؤسسات الجامعية وجعلها متاحة للجميع.